فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من عقيدة أهل السنة والجماعة أن هناك أكوان ومخلوقات سابقة قبل خلق القلم وكتابة الأقدار؟ الله أعلم بهذا، لكن القلم هو أول المخلوقات، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هذا قول. القول الثاني أن أول المخلوقات العرش، أن أول المخلوقات العرش، وهذا هو الراجح الذي رجحه ابن القيم في النونية، ولهذا قال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش كان قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وقت الكتابة والعرش موجود. لكن قوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي أن الله قال للقلم اكتب أول ما خلق القلم، فالأولية للكتابة وليست للوجود. نعم.